بتاعك مصطفى بيطور كل ما بيبتدي مشروع جديد بيبقى التطوير ماشي باتجاه جميل جدا وحضاري جدا. انا في قرايبي من بره بيكلموني بيسالوا عن نور، من امريكا بيسالوني عن مشروع نور، فان شاء الله هيبقى في فرصه كبيره جدا لناس كتير جوه مصر وبره مصر. Your company has a good experience so you can see reality. Here you have a background. You see Madinti, you have Siri Hub. So new project of course will be better and better. You will pay money long time and already have something. انا شايف ان هم بيعملوا حاجات كويسه جدا بنظام احدث بفكر جديد بطريقه متطوره، بالعكس دي حاجه ممتازه وحاجه تبسط كل الناس. كلمتي هتبقى للناس اللي هي اللي لسه بادئه حياتها، تعال خد فكره حطها موتيف ليك، اكيد طبعا هتبقى مكسب ليك قدام. المشروع ان شاء الله يكون ناجح جدا، وهو اصلا طفره نوعيه معموله في مصر. So this new project I think will have success and this is good. حاجة شجعتني هو الاسم بصراحة، يعني وان هي مدينة متكاملة. طلعت مصطفى من الناس اللي بتحترم كلمتها وبتحترم المشاريع اللي بيعملها، بيقدم اكتر ما بياخد. طبعا نظام السداد على 15 سنة ده حاجة لطيفة جدا جدا وفيها كل المستويات يعني، ومناسب السعر فيها. فترة السداد على 15 سنة دي بصراحة يعني متكررتش قبل كده. مشروع حلو متطور بيؤدي لراحة نفسية وبالإضافة لاستثمار جيد. فخورة بإن حاجات زي كده بالشكل الكامل موجودة في مصر لأولادنا.